نجم طيور الجنة يدخل القفص الذهبي ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. دخل الوليد المقداد القفص الذهبي بعد أشهر من إعلان خطوته، وشهد الحفل تجمع عدد كبير من محبي نجم طيور الجنة وعائلته وأصدقائه. وتصدر الوليد الترند بعد تداول عدد كبير من متابعي نجم طيور الجنة والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير مقاطع فيديو لحفل زفاف وليد المقداد، والتي ظهر فيها عصومي وعائلة المقداد ترقص وتحتفل بزفاف ابنها، ليحسم بذلك الجدل الذي كان قد أثير حول انفصال وليد المقداد عن خطيبته خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من إعلان نجم طيور الجنة لحفل زفافه. وكانت أنباء انفصال وليد عن خطيبته نور غسان التي توازيه في العمر قد تصدرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الخبر كان مجرد شائعة في محاولة لإثارة الجدل والضجة من قبل بعض المواقع. وبعد تداول مقطع الفيديو أثير الجدل حول زواج وليد المقداد على الرغم من صغر سنه، ليرد بأن على أي شاب مقتدر ماديا ويستطيع أن يتزوج أن يقدم على هذه الخطوة.